أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25. مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت، تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمه؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ اسمك ايه يا ماما؟ استير. عندك كام سنة؟ عندي 55 سنة. ألف سلامة عليكي. الله يسلمك. مالك؟ تعباني، الضغط، عندي ضغط وعندي الكلى والمرارة تعبيني برضه، والكلى. مالها الكلى؟ أنا شفتها من جمالي الدكاترة أقول تعباني. بتحسي بإيه؟ ولا بحاجة، بس نحس نفسي تعبانة، دون تعب ونغمة ورش على مية وجيب العطر. يعني هي تلقيها قاعدة كويس كده وفجأة تبصي تلقيها ترغم، يعني
يعني كويسه خالص ابقى زقذق، وفجاه تبص لقيت روح سايحه وغم، يعني رش الميه وجب الريحه في مناخيره وبتاع فين لما تفوق. وحاليا في الغسيل دلوقتي لما تروح تغسل تبص تلقيها تغسل يبقى الضغط عالي 160 على 100 او 170 على 100، وفي نص الغسيل الضغط يبقى 100 على 50 يوضة، وجسمها يترخي وتخرب يدوها نقط وبتاع. العلاقه دي على قد ما مليانه علاج ناخذوه معنا في الغسيل، معدتها توجعها حقنه زنتاك، حقنه انتودين، اي نوع من انواع المعده يعني. غير هناك لما يكتبوا لنا برضه على حقن نجيبوها من الصيدليه يدوها لها في الجهاز. يعني هي كان عندها تعب في الكلى وصل لغايه الفشل الكلوي؟ الكلى دي زي ما تقولي كان الاول عندها الضغط، لغايه ما زال يعني عندها الضغط ماشيه على برشام الضغط على طول. فطبعا هي لما رحنا للدكتور في جرجه كشف عليها طلع لها علاج، بقيت تاخذ في العلاج فتره قد راحت غميت، رشينا عليها ميه وبتاع. المهم وديناها لدكتور ثاني كشف، قال طب اعمل لي تحليل وظائف كلي. عملنا تحليل وظائف كده، طلعت الكلى مرتفعه الوظائف، الكرتينات 3.2 والبولينة 105. طبعا قعدنا نروح للدكاتره من هنا لهنا لغايه ابونا بسلوس قال طب عليكم على مستشفى ام النور في مصر. خدها الواد وراح، طبعا انا ودني تعبانه مش انا اقدر اروح ولا نفهم كلام، خدها وراح هناك عملوا لها اشاعات وعمل تحليل، وشاف التحليل اللي خدته من هنا قال هذا انت المفروض كان غسلتي من شهرين. المهم بعد ما جات هنا طبعا وبرضه مع العلاج وبتاع وكل ما نعمله تحليل مرتفع، بقت لما ارتفعت الوظائف الكلى بقت تكرش في يدها ما تنامش. خدتها وديتها للدكتور طلع لها علاج ما نفعش، وديتها للدكتورة بتاعت امراض جلدية طلعت لها علاج، رحت للدكتور اللي متابعين بتاع الكلى اول ما دخلت عنده قال لي برضه ده مش راح ينفع، تروح الجامعه تاخذ مجلسين غسيل وتجي. فعلا قلت طب اديني جواب، اخذت جواب ورحنا الجامعه. اول ما عملوا لها رسم قلب وتحاليل وبتاع راحوا قال تغسل النهارده الساعه 5. طبعا غسلت، وتاني يوم غسلت وقالوا ايه بكره انت تاخذ الورق تعمل غسيل في بلدكم في المستشفى. طبعا خدناه ورحنا المستشفى طبعا وعملوا الورق، وبقت تغسل في المستشفى 3 مرات في الاسبوع لحد والثلاث والخميس، بس تعب تعب يعني تعب واعر ومصاريف، يعني تبصي تلقى العلاجات الصيدليه مليانه من العلاجات الغاليه. نطلع لها فواره اسمها سليمارين، يعني دي قايل مرتين في اليوم، انا ادوها مره واحده في النهار. لو مرتين تاخذ 6 علب 96 جنيه من نوع ده بس، غير بتاع القلب برضه يفوكس 20 ملي تاخذ 3 علب منه في 8 جنيه. انواع ثانيه. مين بيصرف على العلاج ده؟ هو زي ما تقول يعني لما اكون معنا بهيمه زي كده نبغوها نوفروا منها قرشين، نجيبوا تبن ليهم تاكل ونخلوا قرشين للمصاريف. وزائد برضو الحاجة اللي جاتنا برضو ساعدت وخلتنا برضو عرفنا نكملوا العلاج بتاعي. أنا كنت نضرب إبر بس دلوقت بالنسبة للسرنجات البلاستيك الناس عتضرب البعض بطلت، مدة القزاز كان أحسن، كانت الزباين تستناني. دلوقت كله أضرب بعضه ما فيش. عندكم أولاد قد إيه؟ ولدي يعني. هم عايشين معاكم هنا في البيت؟ لا قاعدين. طب انت بتغسلي على نفقة الدولة ولا على حسابك؟ نفقة الدولة. لما بعتوا للبرنامج كنتم طالبين ايه من ربنا؟ طالبين يساعدونا خدمة البيت، يتحدث علاني انزل تراب ومشقق واقعها مفيش مقدر نبنوه. يعني ظروف البيت نفسها كبنا هي كمان تعبانة محتاجة بنا من جديد؟ اه بص علي من هنا فوق مشقق معقوم الريح طياب يعني الهواء انزل تراب علاني. الحيط دي على قد من بره تلقاها مصبخه تلتها لفوق، مصبخه لينه ومصبخه. الحيط اللي هنا دي جوا وقعت رصناها طوب من الطين برضه، رصناها رص وقعدها ما فيش مقدر البنيه تبيت ولا حاجه يعني. احنا عايزين حتى لو دور واحد بس عشان لو قام هوا ولا نطرت النطره نخافوا يوقعوا علينا البيت. احنا دخلنا في الشتاء خلاص بتعملوا، انا مش شايفه في سقف في البيت، بتقعدوا تعملوا؟ نعم. بتقعدوا فين في الشتاء؟ أنا قدوني بس المطرح هو دي بس ده ما فيش سقف بالنسبة مكشوفة لما تنطر دي عتبقت للجموي.
تمطر عليكم وانتوا قاعدين؟ ما تنطر علينا. وتناموا فين؟ نام فوق. هذا فوق معمولة بجريد. معمول جريد. جلوس معمولة بجريد. ناموا فوق. فيها هي بالنسبة للنظر والهواء والبتاع. ربنا يتمم شفاك يا ماما وان شاء الله يعمر البيت. وانت طيبة وديكم الصحة ان شاء الله. عشت يا مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟ إذا أردت التبرع لحساب برنامج أين أنت بقناة سي تي في، فيمكنك استخدام أحد الحسابات التالية. Your charitable donation to CTV's Where Are You program can be sent to any of these accounts. بنك عودة، شارع بيروت، مصر الجديدة، القاهرة. حساب رقم 39 30. Audi Bank, Beirut Street, Heliopolis, Cairo. Account number 99900. Swift code AUD BEG CA XXX. البنك الوطني المصري، مصر الجديدة، القاهرة. حساب رقم 5405. Watani Bank of Egypt, Heliopolis, Cairo. Account number 500005. Swift code WABAEGCXHEL. بنك مصر، فرع المسكي، القاهرة. حساب رقم 103 1 43 990. بنك مصر المسكي، كايرو. Account number 103/1/43990. وذلك من خلال أي فرع من فروع البنوك المذكورة. Or any other branch of the above-mentioned banks.